حرص الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة بكامل هيئته على توجيه جزيل الشكر وغاية الامتنان والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. عندي بيان الأول يا أحمد بالإضافة إلى خبر الاستاد. البيان الأول اللي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عقب اجتماعه اليوم ليعبر فيه عن خالص شكره وعظيم امتنانه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه اللامحدود للرياضة المصرية وكل الكيانات الرياضية وكذا تعاون مؤسسات الدولة الواضح في إزالة كل العقبات لدفع عجلة التطوير في الرياضة المصرية. الأمر الذي ساعد النادي الأهلي في الحصول على الموافقات النهائية والرسمية لإنشاء الاستاد الجديد بأرض النادي بمدينة الشيخ زايد. البيان نصه كان كالتالي: يتقدم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة بأسماءات الشكر وعظيم الامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه الدائم للرياضة المصرية وما تلقاه الكيانات الرياضية من تعاون واضح وسرعة في الأداء وإزالة العقبات بالشكل الذي يدفع عجلة التنمية والتطوير ومواكبة النهضة الكبرى التي تشهدها البلاد. ويجدد مجلس إدارة النادي الأهلي العهد على استمرار النادي نادي الوطنية في تأدية رسالته السامية وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف القومية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشأ والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية والدعم والمساندة الكاملة لكافة مؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العليا للبلاد. ده كان نص البيان اللي أرسله أو عبر فيه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن جزيل الشكر وغاية الامتنان والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة كما